ظاهرة بيع الأعشاب الطبية تعرف رواجا كبيرا، إلا أنها لم تتوقف لحد البيع، بل تعدى العطار كل الخطوط الحمراء لدرجة الكشف على المرضى بالأسواق. وليد مهجري يفصل في هذا التقرير. الله قريب حساسية حساسية، جيب لي إنسان كي يرقد في الليل يدير هكذا. هذا اليوم الشاب متاعهم بدل هذا بلاصينو كابيتاليزاسيون. وأنت تتجول داخل هذا السوق الأسبوعي حيث تتعالى أصوات الباعة البراحة، لكن الغريب وجود عطار تجاوز بيع الأعشاب إلى ممارسة مهنة الطب، فحوصات وعلاج لمختلف الأمراض بعيدا عن أي رقابة. أنا عندي 18 سنة في المهنة هذه، 18 سنة كنت نخدم لي بلونت نت ناتورال ونخدم هكذا غير كاشتي. سما كي نشوف حاجة مليحة نخدمها، كي نشوف حاجة سما ماشي مليحة نيفيتيها. هذا المهنة من عند بابا، أنا بابا ثاني عشاب يخدم لي بلونت ناتورا، شنو ما يخدمش هكذا طونوبيل وما يخدمش هكذا. شوف كاين اللي ما يبراش لا فيريتي صراحة، بصح إلا ما براش ما تضروش، هذا هو المشكل. بيع وترويج أدوية مجهولة المصدر تتضمن مقويات وأعشاب طبية بعضها غير مسموح باستخدامه، إلا أن البعض يجربها فيما يرى آخرون أنها تجارة. صح احنا شفنا سينا واول مره سيت ونايا ماشي جامي ديت عليه اول مره، وشفا بيد الله هي كلش بالنيه. هي انسان كي يكون عنده نيه ربي يشافيه. هذا البيع والشراء في اسواق هي بالنسبه للاطباء هذو، هذه بيع وشراء استرثاق يسترثقوا. تصور انت قرعه قرعه كيما زجاجه كيما هذه تداوي كاع المرضات، يعني عده مرضات داوها قرعه كيما هذه. بصح هذا الدواء هذا ما يقتلش وما يداويش. حقيقة أن الطب البديل موجود، لكن البعض اتخذه كتجارة مربحة ومهنة من لا مهنة له، وتعدى الأمر إلى إجراء فحوصات بالأسواق، هذا كله في ظل غياب الرقابة. وليد مهاجري لتلفزيون النهار.